الحمد لله على السلامه. قايل لك بنوصل بالسلامه ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. شوي شوي انت شوي شوي السلام عليكم. مساكم الله بالخير. هذا دخل هذا الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. طف وش طف على الفشات القلعانات. لا 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 ابو معاذ ارجوك. منين طلعتها؟ طف 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 طف. طف 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 في بس ما حلها عادل بس فيك معاذ فيك. لا ابو معاذ طلبه معاذ. ايش فيك؟ ايش فيك؟ استريح يا جماعه. صحين والله. استريح. طلعها ولا حد لا يشوف. يا حبيبي ما تطلع معزتها من معزتكم. تبقى هنا عشان اصبح وامسي عليها. شلون؟ يعني تسميها وين وجهها؟ ايه مبروكة. سميت المبروك. ايش فيك؟ ايش فيك؟ سيارة في الجاسم على المجلس. السيارة دي اغلى. السيارة دي عندي اغلى منك. نعم. تطلع طلعوها. بسم الله عليك يا حبيبي. بسم الله عليك. عادل تدري انا تأكدت وبصمت بالعشرة انك ما هنا. انا من زمان والله انك ما هنا. انا من زمان ما هنا وقتها. لا ادري انك من زمان بس الحين تأكدت. الحين زد زادة. الحل بريك ضعيف والحل مو في يدي. ركب الفرمات قلعتها هناك ببليش. يا شفيك شفيك مضايقتك الجاز. وش مضايقتك؟ شوف طمرتي. خلاص يا حبيبي اقعد هنا. اقعد هنا خلي السيارة هنا مكان كبير. علمنا شو انت بتروضها هنا وتحطها بحضرك. قلنا قوموا وخروا. شو تجيب دخلها علينا هنا؟ والله العظيم وش ذي؟ وش السيارة اللي طلعتها ذي؟ شريها للجروب. هذه ايه سيارة الرحلات دي سميناها المبروكة. هذا حق المبروكة. الله يبارك فيك والله العظيم. يعني اذا بروح البقالة اخذها. اذا بروح البقالة ايه زريق المبروكة. من وين جبتها؟ ها؟ شريت تبع منين جبتها؟ جبتها للبر. ايه هذه حد. هذه انا موعدكم بسيارة للجروب. صح. وقلت لكم بشتري سيارة للجروب. خشمخ. هذه هي. هذه هدية مرتضى للجروب. يم عليك. انا افهم نوعيتها. نبي قصيده في الموتر. خسي جدكم جايين فيها والله العظيم. اي والله جايين فيها والله. بس عارف ان ما تمشين جاباتكم. انا العصر الساعه 4 عليها من الحسن. يعطيك العافيه حبيبي. الحمد لله السلامه. الحمد لله السلامه. قريب من هنا يا سامي. من هنا شوف اللون ذا. هذا الماي ها في شنو؟ سيارة نبي ناكل. حماد عقل خلك ثقيل. انت رجال ثقيل تحط عقلك بعقل السيارة. يعني والله عليك محل ما ناكل محل ما ناكل تدخلها لنا هنا. بسم الله عليك. بسم الله ولدك هو السمع على الله حافظ لك عيالك. ما كنا ولد من عيالك. ترى سيارة السيارة ليش تدخلها محل جلستنا ليش؟ يا حبيبي مرتضى دنيا بار صحراء ما بغيت الا انا. انت صاحي.
انا بستجن انا ما بقى في عقل. جيب لي مفتاح 14. ودوي 14 شبي شبي ودوي مفتاح 14 انه قاعد يخر يسوي هول هول يسوي الهول. راح اجيب مفتاح 14 يعني بالله عليك معظم من ذلها معظم المفروض الا المربط. خلاص 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 ابو دويج خلاص 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 نوخره نوخره خلاص دي افتح الكبوت خلاص انا افتح الكبوت شيك شيك تشتغل ولا ما تشتغل قول ما تشتغل ما تشتغل ما تشتغل والله يشغلك انت والله شغلها شغلها زين دقيقه دقيقه شوف جرب ايوه مو معاد مو معاد جبت سيف ترى والله لا تجيبها بالبحر والله ادرك ابو معاذ وصل صدرك يلا ارجع 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 لا تبعد بدويش ها لا بعد راح من هالتشوف راح اقرا انا يلا راح 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 جيب جيب البول ماي هلا بلا ارجع ارجع خلاص خلاص والنهاية خلاص ارجع يا ابو دويش ارجع ارجع يعني الحين ما حبكت معاكم الا تحطون الصحن هنا حطوا الصحن هناك يا ريال محل ما بعدك ما بعدك ما بعدك كلام عدل كلام عدل تنشوف ليني نادب ارسف له ايه افتح الكبوت ابو دويش لو تيجي شيء مسؤوليتك عندك بالونين انت شوي 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 بس 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 خلاص اسمع يا ابو دويش راح ابوي يجيب فرشتين وفرش مفتاحتها زين دي السياره ما تنام ما تنام مالي مالي راجف دقيقه انا راح اجيب جيب لك بطانيه وجيب برقد ولا حط يمك حط تمزليه فرشتين دقيقة. خلت تنام على فرشتين و... انا اقدمها يا اخي تروح تضحك والله شلون هي انت تبي نتعشى باين عليهم انهم جايين صدق انا ما الكبير حاط عقلك بعقل السيارة لا خلاص حطوا العشاء هنا حطوا العشاء هنا ايه حلوة حمق مبروك ايه سيارة انا مريضي ايه سيارة انا شريها شريها لا حبيت ها ايه بدويش جيب ماي وصابون غسل السيارة هنا يلا والله يا انت عقلك بعد واقفه وخلينها توقف والله انت بتصابك قاعد تغسل هنا والله العظيم شفني هذا لا اسوي لها السيارة بكتيريا خلاص بدويش بدويش خلاص غسلها بكره غسلها بكره خلاص افتح الكبوت خل تبرد افتح الكبوت خل تبرد حمادة جيب المكيف ذي انا شوف جيب المكيف وحطه قدام انا قلبي تعب قلبي تعب مان كنت ابي لك قلب خلاص مرتضى ما بقى فيك شعارة عقل اي غلط انا تبرد كف اوه كف دام جابتني لا هذا الغماندة امانة ما بطاقم اي والله طاقم افضل شي ضحك ما تحكون عاد كذا ها؟ ايه ما تستحون على وجيهكم وين بتروح؟ وين بتروح؟ وين بتروح؟ بغير ذي لا والله العظيم تبارك الله ايش رايكم نشيل السفره ونقعد نتعشى في الحوض حق الوانيت حق المبروكه والله تسويها نطوعناك ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سمك
وامس سمك، الله يكثر خيره اللي جاب لنا هالسمكات الطيبه. اليوم سمك وربيان ما شاء الله تبارك الله، تسلم يدين اللي طبخ والله. انا اللي طابخه. انت اللي طابخه؟ ايش رايك والله؟ صحيح هو اللي طابخه؟ من الظهر وانا اطبخ، احنا انت اللي طابخ. من الظهر. بسم الله عليك، بسم الله عليك. والله من السيارة ترى، ولا اقلع السيارة قبل خلال لاجل عيونك. ايه غيرت البنيل. ايه زين الله، استريح استريح. بس وانا اخذته. تعال تعشى، تعال تعال تعشى. ما شاء الله تبارك الله. انت بتبه سميكات ما شاء الله تبارك الله، تسلم يدين اللي طبخ والله. بيض الله وجهك يا مختار. ها وين الليمون؟ ما يجيب السمك الا الليمون. شكرا حبيبي، شكرا شكرا يا بعد روحي، تسلم. ليمون والله طلعت طباخ يا مختار والله. والله اللي يشوفك ويشوف الحي اللي عندك والخجل يقول ما تسوي بيضة. ايوه ما تبغى يجيني بعد الاشياء. شلون 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 يجيني بعد الاشياء؟ مرتبة انا شفت المقطع ضحكاني والله. اي والله اللي يسمع صوتك يا مختار ويشوف حركاتك يقول ده حد اندومي. لا طلع ما شاء الله يطبخ. هاك سمك وربيان في نفس الوقت، اثنين في واحد. شلون شلون يسولف مختار؟ مرتبة. انا قمت جبت لكم المقطع بعدين ضحكت. تعال هاد. خلك واقف هنا. ما شاء الله نفس الشيء، نفس اللون، نفس كل شيء، بس ذي موديل 82 وذو موديل 81. انا مواليد 89 يا تنكع. 89. ايه لابس شرط اسود على لون الكفرات ولابس فنيلة على لون الموتر. ابي اشي ضحكي كنت. ايوه. اشي بديزل ولا بنزين. يلا والله انك حياك، اقسم بالله انها نفس البوها. لا ما في شيء ضحك، ما في شيء ضحك، بس سبحان بصورك وريك الصوره وخليك بجنبها. انا اجمل منها. فرق ذا جنوار وذا عادل. بسم الله على ابليسك. توير 22 بكم 17. لا لا خلاص 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 ترى شيء عنده مشكلة. خلاص ان شاء الله ان شاء الله. خلاص قلت له شلون انت؟ انا واحد حصان وانا 2000. ورد دخلني انا 2000 وانا واحد. دخلني خلاص خلاص دخلني خلاص انا. ايه مين ضايع؟ شو؟ خلاص خلاص بعد عن الموتر، بعد عن الموتر، خلنا نتعود من البليز. بعد وقف وقف بس دقيقة. ايوه يعطيكم بالله جبتها. ام اللي مره والله. شو اللي خلاك تلبس سماوي اليوم؟ قام بدل قام. طيب الخير، ركزوا معي يا جماعة الخير، اللي له خاطر يأثث بيته يبي يشتري أثاث، تطبيق هوم سمارت أكبر منصة إلكترونية لتسوق الأثاث. يعني أنت ترفع الشاشة وأنت قاعد في البيت متكي كأنك قاعد تتسوق في أكبر سوق أثاث لكنه إلكتروني.
مسوي خصومات ممتازة جدا يا اخوان، وعنده دفع عند الاستلام، يعني تشتري الاثاث اذا وصل عندك تدفع فلوسه، وعنده اقساط اللي يبي يشتري اثاث ويقسط مع تابي موجود. كود الخصم MRT 10 يخصم لك 10% غير الخصومات اللي هي اساسا موجودة في الموقع، يعني هذا خصم اضافي. شوفوا معاي على سبيل المثال، مثلا هذه القطعة سعرها ب 2155 صارت ب 1899 ريال. شوف هذه مثلا سعرها 280 ريال صارت ب 176. هذا غير كود الخصم، اذا حطيته يخصم لك 10% خصم اضافي، يعني خصمين، واحد كود. ايوه، وفي دفع عند الاستلام، وفي اقساط. اثث بيتك من في اكبر منصه الكترونيه لتسوق الاثاث، بحر بحر من البضاعه على متجر الكتروني. اقدر اقول لك شيء جميل وشيء ممتاز. اي والله شيء ممتاز، حتى الموتر ذا اذا بغيت اطعم كل شيء احب تحطه بهالموتر، اي شيء قلته هالموتر.